الدكتوراه الثالثة اللي حضرتك مفترض انك انت يعني تعمل فيها حاليا عن الصورة الذهنية للمسلمين في استطلاعات الرأي العام الأمريكي. يعني لماذا اخترت هذا الموضوع اصلا؟ كنت محظوظ في سنة 2006 ان انا سافرت الولايات المتحدة، كانت اول مرة اسافر فيها في مهمة علمية، واشتغلت في مركز لدراسات الرأي العام في الولايات المتحدة، وتعرفت من خلال المركز ده على الأركايفز أو الأرشيفات بتاعة استطلاعات الرأي العام الموجودة في أمريكا، وجدت أن هم عندهم استطلاعات رأي عام ترجع إلى سنة 1935 مسجلة، ودي كانت فرصة بالنسبة لي أن أنا أجمع كل ما كتب وكل استطلاعات الرأي العام التي أجريت عن كل القضايا العربية والإسلامية. أصدرت في عن طريق أحد المراكز البحثية الكبرى، أصدرت موسوعة البلدان العربية والإسلامية في استطلاعات الرأي العام الأمريكية، ودي كانت عبارة عن 5 مجلدات تتناول 55 دولة عربية وإسلامية. موضوع الإسلام، ليه جمعت بين الدول العربية والإسلامية؟ طبعا الدول العربية معروفة، إنما هناك بعض الدول القضايا العربية والإسلامية لا يمكن فصلها في الرأي العام الأمريكي، كل ما هو عربي إسلامي وكل ما هو إسلامي عربي. يعني دولة زي إيران حتى يختلط لدى الرأي العام الأمريكي أحيانا، هل إيران دولة عربية ولا دولة باكستان أفغانستان. فالربط بين الإسلام واللي هو المحور الأساسي لكثير من الأفكار المتعلقة بالوطن العربي أو بالثقافة العربية بيتم الخلط ما بينها أو يتم المزج ما بينها. حتى تركيا نفسها هناك دراسات كثيرة جدا، العربي التركي هل هو عربي ولا تركي. والصورة العربية التركية كانت لغاية فترة طويلة خصوصا مع الخلافة الإسلامية في تركيا وغير ذلك، فكان لا نستطيع فصل ما هو إسلامي عن ما هو عربي، فده كان دعين. لكن أنا في رسالة الدكتوراه حسيت أن هناك فكرة الإسلام نفسها، فكرة الإسلام وخصوصا مع ظهور في الفترة الأخيرة ما يسمى بالإسلاموفوبيا وظاهرة الخوف من الإسلام في الغرب، فكنت بدرس هل الظاهرة دي ظاهرة منتشرة يعني مستمرة عبر الزمن، ولا دي ظاهرة مستحدثة خلال يعني في دراسات كتيرة الأخير. بتقول إن هو سنة 92 أو 99 بدأ ظهور الإسلاموفوبيا. أنا في اعتقادي أن أولا دراسات الرأي العام الأمريكية في من أول 63 سنة 63 بدأوا أول استخدام لكلمة إسلام في استطلاعات الرأي العام الأمريكية، وبدأت تناولها، لكن كان في حاجة كده منظمة هناك في أمريكا اسمها نيشن أوف إسلام، ودي حاجة إقليمية يعني حاجة خاصة بها بالسود وتحرير السود وغير ذلك، فاختلط ما هو إسلامي بما هو عنصري أو هو باللون العرقي وغير ذلك. الثورة الإيرانية في السبعينات وما ترتب عليها أيضا من ربط الإسلام بإيران والثورة الإيرانية، فبدأت تتحسس المعلم الأفكار، أحداث 11 سبتمبر وما ترتب عليها، وجدت أن الموضوع من الثراء بحيث يمكن تحليل وتفكيك صورة الإسلام كما تم. هل الصورة مشوهة بالفعل؟ كان هدفي ماذا يدور في ذهن المواطن الأمريكي، كيف يرى المواطن الأمريكي الإسلام، كيف ينظر إلى تعاليم الإسلام، هل هي متفقة مع القيم الأمريكية أم لا؟ هل تتفق مع تطور الإنسان القيم الأمريكية وتطوره أم أنها مختلفة في سياق كبير عنه؟ المفاجأة بالنسبة لي وأحيانا بتبقى أن هناك كثيرا من الأطروحات العلمية مثلا فيما يتعلق بالإسلام، ورغم أن ده مش موضوعنا، بس فيما يتعلق بالإسلام أن الصورة الذهنية ليست لا تذهب إلى الأسوأ، بالعكس أن هناك تحسن في صورة وفي الاتجاه نحو الإسلام والمسلمين منذ أحداث 11 سبتمبر وحتى الآن، وأن اتجاهات المواطن الأمريكي نحو الإسلام ازدادت إيجابية بعد الأحداث. قد يكون السؤال لماذا؟ قد يكون أن هذه الأحداث الإرهابية أو هذه الأحداث العنيفة دفعت كثير من الأمريكيين إلى القراءة عن الإسلام والقراءة عن موضوعات الإسلام. القراءة عن الإسلام كدين؟ كدين، وبالتالي بدأت تتبدد بعض الصور الذهنية التي كانت مترسبة عبر حكايات ألف ليلة وليلة وعبر الحكايات الموجودة في التراث الأمريكي عن الإسلام، فبدأت القراءة من مصادر أصلية عن الموضوع، فبالتالي انتفت الصورة الذهنية وبدأت ده كمان يعني لا ممكن يا دكتور هنقول انتفت أم أنها زي ما حضرتك قلت بدأت تتحسن. أو هناك فروق أو على الأقل ثابتة ولم تتأثر بالأحداث التي تصور البعض أن وجود مثل هذه الأحداث قد يؤدي إلى تشويه الصورة الإسلامية بشكل كبير. بالعكس
الصورة إما ثابتة أو في إطارها إلى التحسن وليس العكس.